خالد. الو، اهلا بك، تفضل. نهارك طيب. وش نهارك مبارك واهلا بك. كيف تعلق على بنغازي وملاحم الانتصار التي تتحقق الان؟ خالد من قفود، من زليتن. خالد من زليتن، اذا كنت في الاستماع. طيب، واضح فقدنا الاتصال بخالد. شكرا لك على كل حال. انتقل الى عبد الباسط من الابيار. السلام عليكم. عليكم السلام عبد الباسط، اهلا بك. نبارك صلاة الزوج ان شاء الله. اخر ما تبقى من الغبيين ان شاء الله سيتم القضاء عليهم الليله. والواجهه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا عبد الباسط في الاستماع. نبارك لصلاة الجيش ان شاء الله من نصر الى نصر، وان شاء الله النصر لمحور الصابري سوق الحوت والتوجه الجنوب الخفير الجنوب من الزنادقه والخوارج الارهابيين. السلام عليكم ورحمه الله. طيب، شكرا عبد الباسط. وذكرت نقطه مهمه بان جنوب ليبيا الان فيه يعني حسب الأنباء هناك هروب لعدد من المتطرفين من سرت إلى الجنوب، مختار بن مختار وغيره، بعد القصف في الشاطئ وغيره، القردة الشاطئ. إذن الجنوب يشكل أهمية مهمة جدا بعد الصراع وبعد الفتن اللي حدثت في سبها. هناك أنباء متواردة من هناك سنفتح عليها النقاش. من إجدابيا حمد، أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. أهمية تقدم الجيش في محور قنفودة تحديدا في ماذا تتمثل حمد؟ وفي حال انتصار الجيش الليبي على الإرهابيين في محور قنفودة، ما كيف ستؤثر او هذه الانتصارات على المشهد تحديدا؟ احنا نبارك انتصارات الجيش في قنفودة وفي بنغازي بكملها، ونسال الله ان يحفظ بنغازي وهلها عرفته. نعم. ونأكدوا على شيء يحافظوا على الأمن. هذا الله بعد يتم تحرير قنفودة بالكامل إن شاء الله. الأمن هذا الله رايب يحاربوا كأفراد، عرفته؟ يحاربوا كأفراد، عرف مجتمعات. بعد يتم تشتيتهم إن شاء الله وتدميرهم في قنفودة لتجديد الأمن في بنغازي. بس هذه نأكدوا عليها بس. نسأل الله أن يحفظهم ويحفظ عرب بنغازي، ونحن معاهم قلبا وغالبا. طيب، شكرا حمد. وانتقل الى منى من بنغازي. منى يقول حمد من إجدابيا بان التحدي الكبير الان هو الامن داخل مدينه بنغازي. ما ابرز التحديات في حال سيطره الجيش على منطقه قنفوده واعلان الانتصار في هذا المحور تحديدا في بنغازي؟ فيه العدد من الارهابيين ويتلقون دعم من ناحيه دوليه ولوجستيه وحتى من الجانب المحلي. نتمنى ان شاء الله ان الجيش ينتصر على كامل بنغازي وانه يحررها عن قريب. وانا مع الاخ اللي كان توا معايا، فعلا لازم كل مركز يعني يحرروه، كل تركينه يحرروها، لازم يكون مسيطرين عليها بالكامل وما يخلوش اي حد يخس المنزله او تحرر بالكامل. وحتى الالغام انها هي يفكوها لازم كلها حمايه للشعب. وانا نتمنى لاهل بنغازي كل الخير كل الخير وانتصاراتهم. نعم. ونحيي اخي عبد الله الفضلي، حتى هو لانه هو كان قدم كثير لتهنئه الجيش. ونتمنى لهم ان بنغازي تكون احسن مدينه يعني في على مستوى العالم كله، باش يوروا ان الجيش فعلا. ونهني المشير خليفه بالقاسم حفتر على هذه التقدمات، وان شاء الله من مصر الى النصر. طيب، شكرا منى. منطقة إذا بوسنيب يسيطر عليها الجيش الليبي وأجزاء منها بشكل كامل. هناك من يقول بالسيطرة كاملة، وهناك أنباء أخرى تقول بأن أجزاء منها المسجد الزروق أو منطقة ما يعرف بمسجد الزروق تم السيطرة عليه في قنفودة. أيضا هناك تقدم يفيد في منطقة الحظيرة الجمركية، وفيديو بثناه في من أحد القوات المسلحة قام بتصويره بنفسه، وهذا يعلن بهذه الصور تعلن قنفودة بأنها في العد التنازلي حتى يتم السيطرة الكاملة عليها. أنتقل إلى طرابلس وأستقبل الصديق. أرحب بك في أراس الصديق. السلام عليكم. مرحبتين بك أخوي أحمد. وعليكم السلام. من طرابلس، كيف تراقب تقدمات القوات المسلحة وتحقيقها المزيد من الانتصارات في بنغازي؟ والله فرحانين يا اخوي احمد بانتصارات الجيش في محور قنفوده وفي
ان شاء الله نقولوا حتى سوق الحوت والصابري ان شاء الله يتحرر المده الجايه ان شاء الله. وبالنسبه لطرابلس، طرابلس والله شوف نقول لك، طرابلس الوضع فيها متدهور، الميليشيات عايته في الشوارع وقتل وخطف لأمس بس فيه جريمه بنت كان خاطفينها وفي استيقاظ وقفوهم وقتلوا اسمها وقفوا السياره وقتلوا الشخصين اللي كانوا خاطفين البنت وصارت اشكاليه، وهذه في منطقه الجبل. نعم. والوضع في طرابلس تعبان تعبان هلبا اخوي احمد. واهل طرابلس الان يراقبون تقدمات الجيش وعينهم على العاصمه وهي يعني مكبلة بالميليشيات. نسأل الله السلامة لكم صديق من طرابلس، وبإذن الله سيعود الأمن إلى عروس البحر طرابلس العزيزة على قلوب كل الليبيين. ما هي إلا لحظات صبرت بنغازي الكثير على الجماعات الإرهابية والميليشيات، سواء كان الموجودة والمدعومة من كل التيارات المسيطرة الآن على طرابلس والمتناحرة والمدعومة من المجلس الرئاسي وأخرى مدعومة من تيارات متطرفة وغيره. لابد لأن تنتهي هذه الجماعات وتعود العاصمة إلى حضن ليبيا الدافئ وحضن الليبيين من جديد، وتعود عاصمتهم بإذن الله بفعل القوات المسلحة كما عادت بنغازي. عامر من درنا. السلام عليكم. وعليكم السلام عامر. أهمية تقدم الجيش في قنفودة، خصوصا بأن دوليا الآن يراقبون قنفودة تحديدا، وهناك تغريدات لكوبلر وغيره حول ممرات آمنة وغيره، ماذا كيف تعلق على محور قنفودة تحديدا، وماذا تشكل أهمية هذا المحور من وجهة نظرك؟ عامر من درنا، هل في الاستماع عامر؟ السلام عليكم. سلام، تفضل. أول مرة نبارك انتصارات الجيش. نعم. ونحيي جنود الوطن اللي واقفين ضد الإرهاب. وإن شاء الله يا ربي ليبيا كلها تتحرر من الإرهاب، وطبعاً أنت عارف تو بدا في تغيير في المواقف الدولية. وتحرير بنغازي طبعاً شوي بشوي إن شاء الله لما تتحرر قنفودة وتتحرر بنغازي بالكامل حيصير في تغيير كامل في المواقف الدولية. هذا شيء طبيعي طبعاً. والجوارشة شفنا كيف تغير الموقف الدولي، والآن قنفودة، قنفودة كان عليها اهتمام دوليا، الأمم المتحدة كان لها تغريدات من خلال المبعوث الأممي قنفودة وقف ضخم إعلامي كبير، لكن إن شاء الله بجهود الجنود الوطن المخلصين. نعم. وإن شاء الله يا رب ليبيا كلها تتحرر وتخلص من الإرهاب وتبقى ليبيا واحدة موحدة نظيفة من البؤر الفاسدة إن شاء الله. طيب، شكرا عامر من درنا. وانتقل من درنا الى الزاويه، ارحب بعبد الحفيظ. اهلا بك عبد الحفيظ. عبد الحفيظ من الزاويه، ارحب بك في اراء عبد الحفيظ اذا كنت في الاستماع، تفضل. الزملاء، هل عبد الحفيظ معي موجود؟ عبد الحفيظ، طيب اهلا بك. شن حالكم باي؟ عبد الحفيظ من الزاويه أم علي؟ حفيظ، عبد الحفيظ معك. أهلا بك عبد الحفيظ، ما التعليق أو ما تعليقك حول تقدم الجيش في محور القوارشة بعد تحقيقه؟ عبد الحفيظ، أنا تعليقي نهني الجيش الليبي. نعم. نهني الجيش الليبي. بس اسمعني مسماعة التليفون عبد الحفيظ من فضلك، تفضل. وانتصارات الجيش الليبي. نعم. وانتشاراته في القوارشة. ايوه ايوه، انصح انك تسمع التليفون. ايوه. بس نقص صوت التلفزيون حتى يكون تواصلي معك ممتاز، لان فيه تاخير فقط. أيوة في الصوت. ايوه ايوه ايوه، اتكلم فيك تو. نعم. تسمع فيه تو في الاستماع، تفضل. استرسل. تسمع فيه تو. استرسل. اهميه سيطره القوات المسلحه على محور القوارشة وايضا الان قنفوده، كيف يراقبه اهل الزاويه؟ انتشاراته في القوارشة. ونهني المشير خليفه حفتر. نعم. طيب. الهني المشير خليفة هفتر. طيب. الو. في الاستماع، واضح ان في صعوبة في تلقي اتصالك كامل، شكرا لك على كل حال، وصل رايك. الشيخي من الشيخ بالعيد الشيخي، ارحب بك في اراء. الان قوات المسلحة تتقدم في وتحرز العديد من المواقع منتصرة على الجماعات الإرهابية، ما التعليق
وما أهمية سيطرة القوات الجيش على محور القوارشة أو عفوا القنفودة وقبل القوارشة الشيخ بالعيد؟ سيدي أحمد لك ألف تحية. نعم. لك شرف الوطن وكرامة الوطن، لكم ولكل الشرفاء الإعلاميين أمثالكم ولكل الإذاعات الإعلامية التي تواكب مسيرة القوات المسلحة العربية الليبية المنتصرة. نعم. على هذه الإذاعات العظيمة التي تجسد مبادئ هذا الوطن العظيم، وهي في 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 ميدان الشرف، في ميدان استعراض القوات المسلحة واستعراض نشاطات رجال الأمن واستعراض الشهداء وأهالي الشهداء، فالعز لكم والشرف لكم. سيدي اليوم الانتصارات عظيمة، هذه هي قواتنا المسلحة العربية الليبية بقيادة السيد المشير أركان حرب خليفة بن جاسم عبتر، هذا القائد المنتصر، هذا القائد الذي جسد للوطن، عاد مجد الوطن، عاد كرامة القوات المسلحة العربية الليبية، فهي الآن تسطر ملاحم الشرف وملاحم الكبرياء. سيدي الانتصارات عظيمة، نحن منتصرين بإرادة الله، منتصرين بعزيمة الرجال، بسواعد هؤلاء الأبطال الشرفاء، فالعزة لقواتنا المسلحة العربية الليبية من ضباط وضباط صف وجنود في محاور القتال. العزة لكل رجال الأمن الذين يأمنون مدينة بنغازي وكل المدن. العزة لكل الشرفاء من 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 من, من التوجيه المعنوي. نعم. العزة لكل شرفاء هذا الوطن العظيم. العزة للشباب المساند والسلف الصالح. العزة لماجدات الوطن الذين يدعمنا بالزغاريت عندما يودعن أبنائهم بالزغاريت وأجوازهم وأبنائهم. هذه. نعم. هي عزة الوطن وشرف الوطن. نتمنى الشفاء لكل الجرحى. نترحم على كل الشهداء. نترحم على كل الشهداء. نعم. ونطلب من قواتنا المسلحة العربية الليبية المزيد المزيد في الوطن المنتصر. سيد أحمد، الوطن منتصر، الوطن منتصر بـ 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 برجاله بإذن الله. والآن هل تعتقد بأن القوات المسلحة الآن في آخر معاقل الإرهاب والتطرف، وبات إعلان تحرير بنغازي منتصرة قريب؟ نعم سيدي، نعم سيدي. النصر قاب قوسين أو أدنى، قريبا قريبا جدا. حيعلن سيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بن جاسم عبتر الانتصار، وسيعلن تطهير بنغازي شبر شبر من هذه الجراثيم وهذه العناصر القذرة. نحييك ونقول ان الوطن ان الوطن لا يمكن ان يكون فيه بيع وشراء. هذا الوطن يا سيد احمد. نعم. هذا الوطن العظيم مروي بدماء الشهداء. نعم. الخزي والعار الخونة، الخزي والعار الخانعين، الخزي. نعم. والعار الذين باعوا الوطن، الخزي والعار الذين تعاملوا مع هذه العصابات الإجرامية، مع ما يسمى بمجلس الأعلى وما يسمى بالمجلس الرئاسي وما يسمى، هذه التسميات القذرة لا مكان لها ولا وجود لها. التسميات الحقيقية هي تسمية قواتنا المسلحة العربية الليبية ورجال. نعم. أمننا والرجال الذين عشقوا الوطن وحبوا الوطن. نحن الانتصار بنغازي تعتبر بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى لا نستطيع أن نقول نحن نعلن التحرير، لأن التحرير يخص إعلانا، يخص سيد القائد العام للقوات المسلحة. نعم. وسيعلن قريب وقريب جدا هذا الانتصار. القوة نحيي كل أركانات القوات المسلحة. نعم. نحيي رجال العمليات الشرفاء القوات المسلحة، نحيي ضباط المحاور، نحيي ضباط صف والجنود، نحيي. نعم. كل الرجال الذين الآن يقارعون ويزلزلون الأرض تحت أقدام الخونة والعملاء، تحت أقدام القاعدة. نعم. والمقاتلة والأخوان المفسدين، فالعزة. نعم. للوطن والعزة لمجدات الوطن والعزة لكل الرجال أمثالك سيدي أنت، وأنتم تواكبون مسيرة انتصارات القوات المسلحة. نعم. أنتم الإعلاميين الشرفاء، أنتم الإعلاميين الذين لم تبيعوا هذا الوطن العظيم، فالعزة لكل الإعلاميين والعزة لكل الشرفاء والعزة لكل ليبيا. أشكرك الشيخ بالعيد الشيخي على هذه الكلمات القيمة، وأشكر مداخلتك معنا في على الهواء في برنامج آراء. ولا يزيدنا في تقدمات الجيش الليبي إلا عزيمة وإصرار حتى يتحقق الانتصار وتعلن بنغازي منتصر على الإرهاب، وتعلن كل ليبيا وكل التراب الليبي بأنه قد انتصر وحسمت القوات المسلحة نصرها على كل الجماعات المتطرفة والميليشيات وكل من وكل داعمي الجماعات الإرهابية. الآن تقدم بنغازي أو الجيش الليبي يتقدم في محاور بنغازي ويحقق الانتصارات، وعليه أستقبل اتصالاتكم. وأنتقل من الشيخ بالعيد إلى أحمد من بنغازي. أهلا بك أحمد. أحمد من بنغازي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أحمد، كيف تعلق على انتصار القوات المسلحة وتقدماته التي تحققت اليوم؟ بإذن الله أن نحن
احنا نحيي الجيش الليبي بقياده الرئيس والمشير خليفه بن قاسم حفتر. نعم. باذن الله من بعد من بعد خليفه حفتر كان هذا راهي البلاد راحت وراهي ما ردتش. وما عادش يعني اذا تسمح لي في الكلمه هذه يا اخويا. توا بالنسبه لطرابلس المفروض توا كيف بنغادي ما يكذبش كيداهي لازم حتى هم يديروا موقف باش لازم يديروا انتفاضه على الميليشيات هذينا باش حتى الجيش الليبي يجيو يسلم. لكن ما عادش توا في 2011 راجلين جات بنغازي وجات تعرفت معاهم وتوا نفس النظام مفروض هم يتبعوا تفقدوا. نعم. طيب شكرا شكرا احمد من بنغازي. وانتقل الى عبد الله. عبد الله من بنغازي، اهم التحديات في حال اعلان الجيش الليبي الانتصار وحسم معركه قنفوده، ما ابرز التحديات التي تواجه اهل بنغازي، الاجهزه الامنيه وايضا القوات المسلحه؟ عبد الله من بنغازي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. ابرز التحديات امام اهل بنغازي في حال سيطرة وحكام سيطرة القوات المسلحة على قنفودة؟ والله يا اخونا احمد نحن نحيوك اول حاجة ونحيو الشعب الليبي كله ونفرحوا بالانجازات هذين. لكن كيف ما قلت انت اول حاجة هي طبعا تو الخونة هذوم يا اخونا احمد بيبدوا في التفجيرات هذه اكيد يعني عرفته. هذه اول حاجة. ولكن نحن قاعدين بالمرصاد وقاعدين في بنغازي وباذن الله باذن الله باذن الله لراس جديد باذن الله. وما المطلوب في حال في هذه الحالة تحديدا؟ نتحدث عن يعني ساعات وأيام قليلة ويتم السيطرة، نتحدث عن تقدم كبير الآن في قنفودة. هل من المطلوب من جهات الأمنية من وجهة نظرك إعلان يعني خطة أمنية معينة؟ وأهل بنغازي ما المطلوب منهم تحديدا في هذا التوقيت؟ والله يا أخونا أحمد طبعا الجهات الأمنية هم أدرى مني ومنك وعارفين كل شيء بإذن الله، هم قاعدين لهم بالمصاد بإذن الله. طيب. ونحن نتقاهم بالله يا أخونا أحمد قبل كل شيء يعني. نعم. عرفت أخونا. طيب شكرا. نعم. عبد الله، هذه صور اللي نبثوا فيها الآن هذه صور لداعش والتنظيمات الإرهابية في قنفودة. يوم السبت أو الماضي بث تنظيم داعش هذه الصور وهم يعملون على محاربة الليبيين وبنغازي بأسلحتهم المدعومة من للأسف من جهات داخلية. وهذا الفيديو اليوم لسيطرة القوات المسلحة على الحظيرة الجمركية. هذه الحظيرة الجمركية معروفة ويعرفها أهل بنغازي جيدا في بنغازي. وهذا بتصوير أحد أبطال القوات المسلحة قام بتوثيق هذا الفيديو. أسامة من الزاوية. أسامة من الزاوية أرحب بك في أراء. أهلا بك. عليكم السلام. مرحبا بك أخونا. أهلا بك أسامة. الله يسلمك. نعم تفضل يا أسامة. تقدم جديد للقوات المسلحة في بنغازي. التقدم الجيد مداع إن شاء الله. إن شاء الله وإن شاء الله النصر عن قريب إن شاء الله. نعم، هل تعتقد بأننا الآن على مشارف إعلان بنغازي منتصرة بعد كل هذه الجهود وكل هذه الملاحم وكل هذه التضحيات؟ فضل الرجال وثم فضل الله ثم فضل الرجال إن شاء الله تنتصر بنغازي وتنتصر ليبيا كلها إن شاء الله. نعم. طيب رسالة حابة توجهها لأهل بنغازي منك من الزاوية من أحد أبناء الزاوية أسامة. والله أعلم بالصبر إن شاء الله وإن شاء الله نصل عن قريب بإذن الله. طيب شكرا. وهذا حال كل ليبي على أرض ليبيا الحبيبة، كل من يتابع ويترقب تقدم قوات الجيش في بنغازي ومهتم بهذه الدماء الغالية يعد من الأحرار والليبيين. وبإذن الله قوات الجيش ستحكم السيطرة على بنغازي وتعلنها منتصرة على الإرهاب والتطرف قريبا. حقيقة قدمت هذه القوات الكثير من التضحيات بإذن الله وملاحم المجد. شاكر من الكفرة. السلام عليكم. عليكم السلام شاكر، أهلا بك. مرحبا أخوي أحمد. أهلا بك. الله طب. أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. منصورين إن شاء الله. نعم. منصورين إن شاء الله إن شاء الله. هذا انتصار للشعب الليبي بالكامل، هذا انتصار للشعب الليبي بالكامل.
منصورين ان شاء الله ان شاء الله. الرجال هم الفرسان ان شاء الله ان شاء الله. نوقف معهم في اي شيء يبوه، بارك الله فيهم، منورين واجد. منصورين ان شاء الله، تتحرر ليبيا بالكامل على ايادي هؤلاء الابطال الفرسان الرجال الذين لا مثيل لهم، لا للجبناء، لا للخونة، لا للحقراء، لا للأرذال، الذين باعوا البلد الوطن بيقونهم بالمادة بالحقارة. جميع سراج، جميع مجرم يريد يقعد مسؤول علينا. احنا الشعب الليبي يبي القوات المسلحة هي السيطر، القوات المسلحة هي اساس الدولة، بدون قوات مسلحة ما فيش دولة. اما الصهاينيك جميع قاتل، جميع سارق، جميع مجرم يبي يحكمنا راهو غلطان، راهو فاهم غلط، راهو عمان، لانه مجرم. هو كان راجل يطلع العبد يحمي حدوده، يطلع برا للصحراء مستاجر تحت امه قاعد في المدينه، في وسط المدينه جوا. هذا جبن وليس برجوله. الرجوله انك تواجه وتحرر وطنك، ما تخليش الخونه ولا المجرمين ولا المرتزقه يدخلوا عليك في بلادك. هذا الناس تحب المادة وتحب الفلوس، ولكن إن شاء الله مش حيبحثوا به ولا حيعيشوا به. إن شاء الله نهايتهم كلهم قريبة، لأن الناس ظلمة، ظلموا الناس، حكروا حقوق الناس، دمروا البلاد، دمروا ليبيا. الله يدمرهم إن شاء الله، وإن شاء الله مصرين، وإن شاء الله للجيش الليبي، والله أكبر ولله الحمد، وبارك الله فيك. شكرا شاكر. في ظل الدعم لكل ما تقدمت القوات المسلحة، كلما وجدوا الوثائق من الدعم بالسلاح، ووجدوا حتى الأموال والسلاح وغيره والذخائر، وهذا الدعم لا محدود لهذه الجماعات الإرهابية، وللأسف أعلنت عن نفسها في الكثير من المحافل، وحتى كل العمليات الإرهابية اللي يقوموا بها في بنغازي مصورة وتبث على الإنترنت كتوثيق منهم لأفعالهم الإجرامية. ولكن للأسف ما زال يأتيهم الدعم، وما زال هناك من يدعمهم، ما زال يقول بأنهم ثوار، ما زال يقول بأنهم أحرار، بأنهم يريدون تحرير الليبيين من 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 غير من ثورة مضادة وغيره من الأكاذيب. الآن القوات المسلحة أبرزت الحقيقة، وبدعم الليبيين لتكون حقيقة انتصار القوات المسلحة هي الحقيقة الوحيدة على كل ما حدث من سنوات ظلم ودماء وظلام عاشته بنغازي حبيبة كل الليبيين. خالد من بنغازي. السلام عليكم. عليكم السلام. تحية لك والعاملين في قناة حدث. نعم، شكرا، أهلا بك. تفضل، كيف تعلق على تقدم جيش في مواقع جديدة في محور قنفود؟ والله أول حاجة تحية للرجال اللي قاعدين في المحاور، ونسأل الله أن يتقبل شهداءهم. نعم. ونتمنى من الله العلي القدير أن يكونوا فعلا في جنات العليين، لأنهم دافعوا علينا، دافعوا علينا بالفعل. يعني نحن كنا نقتل هنا في بنغازي ونتفرجوا علينا. تعالوا يا مسلمين، يا صادق الغرياني اللي اليوم طالع يقول حتى يقتل في الأطفال وفي النساء، بالله عليك، بالله عليك، الراجل الكبير هذا الخرف يقول 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 إن حتى يقتل في النساء والأطفال. بالله عليك، بالله عليك، الراجل هذا شنو هذا؟ هذا من اي بشر هذا؟ يغير حقائق ويقول نحن هني يا ما ثوار، في ثوار يا حرام عليك، اتق الله في نفسك، خاف الله يا مجرم، ويتبعوا فيه ويصدقوا فيه. السده جظومه، هالمجرمين يصدقوا فيه، يقولون طالع في طالع في قناه النبح نتاعهم هذه ويقول ثوار اللي في قنفوده. بالله عليك، اي ثوار يعزف القذائف، و600 راجل اللي قتلوا في بنغازي نحن ما ننسوش يا صادق الغرياني، يا كاذب الغرياني، لن ننسوهم. وشهدائنا اللي قدمتهم بنغازي هذوما باذن الله المفروض نذكروهم 24 ساعة. خلونا نمشوا بامان، الحمد لله فضل الله يعني. ونحن ليبيين والله الراجل هذا ما نسيبوه، ما نسيبوش الراجل هذا، ما نسيبوش الغرياني هذا. وكان هو راجل يقعد كيف الجدافي، بس اقل ما فيه يقعد كيف الجدافي. طيب. بس شكرا. قاتل. مش هو عليه حق؟ ما يهربش من بنغازي، من ليبيا يقعد عليه على مبداه. كان هو مسلم صحيح ويدعي الاسلام. عمر المختار قاتل الامريكان الطليان عند اخر لحظه، قاتل عند اخر لحظه عمر المختار، واكبر منه بالسن، هذا الغرياني هذا. طيب راجل شكرا. نعم،
مش يهربوا زي بوليفيا. طيب ما يهربوش، خلاهم يضحكوا في الميدان والرجال يطلعوا بعدين يسوي بال. طيب شكرا، وبالقانون كل شيء سيعود الى نصابه باذن الله. اشكرك خالد من بغازي، وانتقل الى ايمان من طرابلس. ايمان، مناطق جديده ومواقع جديده تتحقق ويحقق النصر فيها الجيش الليبي الان، كيف تعلقي على هذه التقدمات، خصوصا واحكم السيطره حتى على الحظيره الجمركيه وهي تعد من ابرز المواقع في منطقة قنفودة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. في البداية نحب نترحم يلي على الشهداء اللي سقطوا يلي اليوم في معركة التحرير يلي قنفودة. أنا نتابع وما زلت نتابع يعني، ومعناتها يعني إن الانتصارات اللي صارت اليوم يعني مش غريبة على الجيش الليبي. ومن توكل على الله فهو حسبه. الحمد لله احنا متوكلين على ربي والجيش لما نوى انه يطهر ليبيا من الارهاب كنا متوكلين على ربي، والدعم الحمد لله اللي يدعمنا هو دعوتنا لله عز وجل ان احنا ندعو لربي وان ربي الحمد لله يدعم فينا يعني بالإجابة الدعاء يعني وبالنصر. طيب المبين. نعم، ولكن ما يحدث. طيب شكرا إيمان، وانتقل أيضا إلى من طرابلس، استقبل مصطفى. مصطفى، اليوم بتقدم الجيش وقرب إعلان بنغازي منتصرة، ما تأثير هذه المعارك على الوضع الحالي في ليبيا وإعلان السيطرة على مواقع جديدة في قنفودة؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وينصركم الله فلا غالب لكم. نعم. النصر هذا كله اللي جاي في مدينة بنغازي جاي بفضل الشهداء اللي توفوا وبفضل الجنود اللي باقية في القوات المسلحة، وهذا انتصار ليس لبنغازي فقط بل هو لجميع الشعب الليبي. الأمل الوحيد في الله سبحانه وتعالى وفي هذا الجيش. هذا الجيش الأمل الأخير اللي مازال متمسكين به. نعم. ولا بديل غير الجيش، لأن كل ما يجرى في هذه البلد لا نتيجة له من بداية الحكومات الأولى إلى الآن. ما هي الحكومة التي عملت لصالح هذا الشعب؟ لا توجد أي حكومة. نعم. فالنهب في التوراة والأمن غير مستتب وكلها يعني مش ماشية بالضبط يعني. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن هذا الجيء يساعد حتى في طرابلس بقدر المستطاع، لأن السيد الزوار فالإنسان ما عادش يستطيع. طيب. لا في بيته ولا في حوشه. نعم. في الشارع ولا في اي مكان حقيقه يعني. طيب شكرا مصطفى. اذا كنا مشاهدين في مواكبه لتقدمات الجيش الليبي في منطقه قنفوده في أراء، واستقبلنا اتصالاتكم. نلتقي في حلقه قادمه. هذا احمد المدني، يحييكم والى اللقاء.
الله ما يصحى. الحمد لله ولله الحمد شباب خذوه نقطة فودة ولله الحمد لله.